فلنعود مشاهدينا للحديث عن ختام فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي والأكاديمي البحري الذي عقد في 21 من سبتمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، والذي فازت شركة ناقلات النفط الكويتية المشاركة بالمؤتمر بجائزة الشركة الفاعلة في إعداد وتخريج قادة بحرينيين. طبعا مشاهدينا، لتسليط الضوء اكثر على هذه الجائزه التي حصلت عليها شركه ناقلات النفط الكويتيه، معنا بالاستوديو السيد عبد اللطيف العازمي، مدير اسطول بشركه ناقلات النفط الكويتيه. اهلا وسهلا فيك طبعا سهلا. اكيد استاذ عبد اللطيف، واهلا فيك في برنامج العالم هذا الصباح. حياك الله، صبحكم الله بالخير وعلى الساده المشاهدين، مشكورين على الاستضافه. صبحك الله بالخير استاذ، حياك الله معنا. حياك الله، الله يسلمك. بدايه استاذ، ما هي الفعاليات فعاليات المؤتمر اللي خلينا نقول حرصت عليها شركه الناقلات؟ أول شيء هذا المؤتمر يهتم في العنصر البشري والتعليم الأكاديمي في هذا المجال. فشركة ناقلات النفط الكويتية طبعا في خلال من خلال هالمؤتمر كان لها دور كبير ومميز في الحصول على هذه الجائزة من تقديم أوراق عمل وفق خطة استراتيجية واضحة في الاستثمار العنصر البشري البحري، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. نعم طبعا اكيد، اذا كنا نتكلم عن الاستثمار البشري يمكن هذا شيء استلمته اكثر من غيرك، الدور الذي تقوم به الشركه من اجل هذا الاستثمار بالعنصر البشري خاصه. يعني اساس التنميه في اي تنميه الاستثمار في العنصر البشري، وهذا ما يختلف عليه احد. لا، شركة ناقلات النفط انا شخصيا من خريج هالبرنامج هذا من 24 سنه. يعطيكم العافيه. فالحمد لله الشباب الكويتي قادر، الحمد لله عندنا خطه استراتيجيه واضحه. الشباب الكويتي عندنا في نظام البعثات البحريه الموجود حاليا. جميل. سواء بكل فخر في شباب كويتيين على ظهر الناقلات يشتغلون حاليا، وفي الشباب اللي موجودين متواجدين في المملكه المتحده لدراسه هذا المجال والتعليم البحري. جميل. نعم استاذ، ما هي الخطوات المتبعه في الشركه لمواكبه كل ما هو جديد ابديتد يصير اول باول؟ طبعا تريننج سيستم، التريننج هو كونتينيوس بروسس، ما تقدر صحيح. يعني شيء مستمر دائم. شركه طبعا من خلال هالملتقى المؤتمرات او الاستثمار في التدريب مستمره دائما في الاستحداث او خلق بيئه كامله ومتكامله في المجال البحري، لان من ناحيه التدريب على ظهر الناقلات او على الاسطول، والاستثمار في هالشباب على خطه الاستراتيجيه الواضحه اللي عندك. صحيح. طبعا مبروك عليكم فوز شركه ناقلات النفط الكويتيه المشاركه بالمؤتمر بجائزه الشركه الفاعله في اعداد وتخريج قاده بحرينيين، يعطيكم الف عافيه. اكيد سيد عبد اللطيف العازمي، شكرا جزيلا لك على قبول استضافتنا. الله يعطيك الصحه والعافيه. يعافيك، يطول عمرك. الله يسلمك.